لو الحكاية فيها إن فيتو مدام رحاب أكيد مفيش مائدة فطار في مصر كلها يخلو من وجود المخللات، وتحديدا ان شهر رمضان معروف قوي بكل اللي بيشتغل مخللات طوال السنه واقف بيشتغل الفتره دي، نظرا على ان الشعب المصري بيقبل على هذه النوعيه من المخللات. اولا ثقافه الشعب، ثانيا ما يعرفش اضرارها، ثالثا بيقول لك هو الاكل رمضان ما بقاش رمضان من غير مخللات. للاسف يعني للاسف، وبقول للاسف يعني بقلب جامد، لان طبعا المخللات ضاره جدا على الصحه. اولا هم بيعملوا المخللات دي في المحلات بره، بيكتروا قوي نسبه الملح، بيكتروا قوي نسبه الشطه، بيحطوا كمان ملح الليمون بنسبه كبيره جدا على اساس ان هي تحفظ المخللات دي، لان هم بيعملوها طبعا بكميات كبيره جدا عشان تكفي الشهر ده، وبتبقى مستمره معاهم طول السنه. فطبعا كمية الأملاح الملح اللي بيحطوها دي طبعا مضرة جدا على الصحة. كمان المخللات دي بتعمل نوع من البكتيريا دي او الفطريات دي، طبعا سامة جدا على جسم الانسان، بترفع ضغط الدم، بتسبب لنا القرحة، بتسبب لنا الاسهال، القيء، طبعا ارتفاع ممكن كمان اوقات في درجة الحرارة، غلط على الجهاز العصبي بتاعنا، غلط على اللي هم طبعا مرضى ارتفاع الضغط زي ما احنا قلنا، الاثنى عشر اللي عندهم التهاب في الاثنى عشر ممكن كمان تسبب لنا ازمات قلبية كبيرة جدا. فطبعا يعني المخللات خطر بكل المقاييس اللي موجودة ان احنا نخليها على سفرة البيت. وانا قلت ان احنا افضل حاجة نستبدلها بالطبق السلطة، افيد بكتير واحسن بكتير وهيفيدنا مش هيضرنا، لكن المخللات بتضر اكتر ما بتفيد. طب اللي مش قادر يعني بعد ما الناس بتسمع الكلام ده بيقول لك برضه هجيب مخللات، اللي مش قادر يقاوم بيقولوا لك هو اثراء، يعني انا بعتبره ان هو مغريات السفره. اللي مش قادر بتقول عليه انه بيفتح الشهيه، وفي ناس بتقول عليه انه بيساعد قوي على الاكل. ما هو بيفتح الشهية وبيساعد على الأكل، بس المشكلة طب بيعمل لنا إيه؟ ما هو بيعمل لنا قرحة المعدة، قرحة الاثنى عشر، قرحة القولون، كمان القرحة اللي هي قرحة البلعوم او اللي هو بيبقى في ينفع ان احنا نغسل المخلل اللي جاي اللي احنا شارينه ده؟ لا، مش هينفع ان هو يتغسل. لو احنا مش قادرين نستغنى قوي عن المخلل ممكن احنا نعمله في البيت. ازاي بقى؟ طبعا احنا لو عملناه في البيت هنقلل نسبة الملح بتاعه. اولا هنجيب، لو احنا هنعمل مخلل خيار او جزر، هنجيب خيار او سواء يعني ده او ده، بس كل حاجة في برطمان لوحدها. هنجيب الخيار او الجزر هنغسله كويس قوي، هنبتدي ان احنا نجيب برطمان ازاز مش بلاستيك، لان البلاستيك طبعا بيساعد على سخونية المخلل فبيخليه ان هو يعمل فطريات، وده اللي احنا رافضين ان احنا يبقى موجود عندنا، لان الفطريات دي زي ما اتفقنا هي اللي بتعمل المشاكل الصحية. بعد كده ببتدي ان انا اغلي مية سخنة، كمية مية سخنة اغليها واسيبها لما تبرد تماما، تبقى زي كأنها مية الحنفية بالظبط. بعد كده اجيب البرطمان ده، هبتدي اللي انا احط فيه الخيار المخلل، وابتدي احط فيه فصين من الثوم الني، واجيب المية اللي انا غليتها وبردتها احط فيها نسبة ملح صغيرة، لان طبعا انا هعمل كميات صغيرة. يعني انا بفضل كمان ان احنا نعمل مثلا اقصى حاجة 2 كيلو ب2 كيلو، ما اعملش كمية كبيرة جدا عشان ما اخليش الفطريات ان هي تنشأ في الحاجة في المخلل ده او في البرطمان ده. بعد كده هبتدي اللي انا الملح اقلبه بنسبة بسيطة زي ما اتفقنا، وانزله على الخيار او الجزر بتاعنا، وممكن ان انا احط قرن من الفلفل الرومي مش الحراق طبعا، عشان برضو ضغط الدم واللي عندهم مشاكل في القولون والمعدة ممكن احط اللي هو الخيار الفلفل الرومي، افتحه واحطه عشان انزل النكهة بتاعته واخد النكهة بتاعته منها. وابتدي اللي انا اقفل البرطمان، طبعا المية هتبقى مغطية المخلل بتاعنا، هبتدي اللي انا اقفل البرطمان كويس قوي بحيث ما يدخلوش اي هوا خالص لمدة 3 ايام. اول ما الاقي ده بالنسبة للخيار، اول ما الاقي لونه اصفر ابتدي اخده على طول بالبرطمان بتاعه احطه جوه التلاجة علشان امنع اي فطريات او اي بكتيريا تنشأ عليه. بعد كده لما ابتدي اخد منه بمعلقة نظيفة جدا، واللي يفيد مننا ما رجعش احطه تاني في البرطمان. يعني انا اخدت دلوقتي طبق
من الخيار فاض مثلا كلت نصه وفاض نصه، او كلت ثلاث ارباعه وفاض ربعه، ما ارجعش احط الربع ده جوه البرطمان تاني، لان لو حطيته جوه البرطمان هيعمل لي بكتيريا لان هو خد الهواء خلاص بتاعه، وبالفعل انا حطيت ايدي فيه، فانا خلاص هو كده هيربي البكتيريا عندنا. فلا احطه اسيبه في الطبق زي ما هو لتاني يوم في التلاجة، برضو لتاني يوم ابتدي اللي انا اكله الاول وبعدين اطلع غيره. بالنسبة للجزر او الحاجات عموما اللي هي بتبقى ناشفة وبتاخد فترة طويلة في التخليل، فهي بتقعد تقريبا اسبوع برا التلاجة، وبعد كده ابتدي ادخله في التلاجة عادي خالص، مفيش اي مشكلة. فطبعا بيبقى افضل واحسن وانضف، وما بدخلوش كميه ملح كتير، زائد ان انا كمان ما بدلوش ملح الليمون، اللي هو ملح الليمون الماده دي اصلا ماده مهلكه للكلى والكبد وخطر جدا عليهم، فاحنا ما بنستخدمش الماده دي خالص بالنسبه للمخلل اللي في البيت.